بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي أحبائي المتابعين قناة اسأل البيطري، النهاردة معادنا مع شيء مهم جدا، خصوصا الفترة اللي فاتت كثر الكلام عنه، اللي هو حمى الضنك. حمى الضنك دي أحد أنواع الحمات النزفوية أو النزيفية اللي بتيجي بسبب نزيف وتسبب مشاكل كتيرة خاصة في الكبد، عشان كده ممكن يكون تلحق بالحمى المصفرة أو كده، زي حمى وادي النيل وزي الحمى اللي هي الكونغو وزي حمى ايبولا. دي مجموعة اسمها الحمات النزيفية. النزيفية، واحنا عملنا حلقة قبل كده عن ايبولا وعن المجموعات النزيفية، وهنسيب الرابط بتاعها في صندوق الوصف ان شاء الله. النهاردة حمى الضنك. حمى الضنك الاساس فيها ان هي حمى عدوى فيروسية بينقلها البعوض. البعوض ليه بعوض معين اسمه اللي هو الزعاجة المصرية والزعاجة المرقطة. النوعين دولت هما اللي بينقلوه، خاصة الزعاجة المصرية، وبصورة ثانوية الزعاجة المرقطة. هما الاتنين يعتبروا شبيهين ببعض من ورا الصورة. طبعا هي دي الزعاجة المصرية، والتانية ديت الزعاجة الايه اللي هي المرقطة. ما فيش فرق بينهم غير في اللون بس، يعني ممكن يكون اللي هي الزعاجة المصرية على أقدامها النقاط بتبقى صفراء، اللي هي الزعاجة المرقطة بتبقى ايه بيضاء. في 4 أنماط من الفيروس ده. هو بيبقى ساب سترينز، زي ما قلنا ان الفيروس كثير الطفرات، فمنه ساب سترينز او 4 صور من الفيروس نفسه الواحد بتسبب المرض. عشان كده ممكن البني ادم يتصاب بيه كذا مره، لان هو لو اتصاب بواحده او خد تطعيم لواحد بيعمله مناعه صلبه او سوليد اميونيتي، ما بيجيلوش تاني نفس النوع، بس يجيله الايه الشكل الثاني من الفيروس نفسه اللي هو 4 أنواع. حالات العدوى بتظهر في صورة يعني حمى زي الانفلونزا بالظبط، وبعد كده بتتطور، ممكن 1% بتأدي الوفاة. عشان كده المرض بيجي ممكن في صورة خفيفة أو صورة إيه وخيمة زي ما بيقول، أو صورة حادة ممكن تأدي الوفاة. 1% غالبا في الإيه بتأدي الوفاة. او ممكن نقلل الحالات اللي هي الوفيات ديت بالاسراف الطبي المباشر او التشخيص الايه المبكر. يعني طبعا خصائص المرض ده بيعمل زي الانفلونزا بالظبط، بيصيب الرضع والصغار والاطفال والبالغين اكتر شيء، لان هم غالبا دول المعرضين اكتر للايه للوخزات العض من البعوض وكده. بتدوم الأعراض فترة اللي هي الأعراض نفسها من 2 ل 7 أيام، ممكن إيه 10 أيام، اللي هي فترة الحضانة بتاعته بتتراوح من 3 لـ 7 أيام، وفترة المرض نفسه ممكن من 4 لـ 10 أيام، هي اللي هي الانكيوبيشن بيريد أو الفترة اللي هي ما بين عضة الناموسة وظهور الأعراض، ممكن إيه تستمر لغاية من 3 أيام لـ 7 أيام. ممكن بعدها يؤدي للوفاة لو ما تعالجش كويس، أو ما تدخلناش بالإيه بالعلاج اللي هي الأعراض بتاعته. مصحوبة يعني ممكن تكون اللي هي تدينا إشارات معينة، يعني زي مثلا الأعراض البدائية بتبقى درجة الحرارة 40 درجة مئوية. ممكن يكون معها 2 أو 3 من الأعراض اللي هنشوفها ديت، اللي هي الصداع والألم في العين أو ورا العين بالذات، وألم في العضلات، وتحس إن غمامان نفس أو غثيان، وممكن البني آدم يرجع، يبقى عايز يرجع أو يرجع فعلا. تورم في الغدد نتيجة لعضة الناموس نفسها بتعمل التهابات في الحيل أو الغدد، وطفح جلدي برضه نتيجة للرياكشن من عضة الناموس. ممكن ديت الحالات اللي هي الايه البدائية، وبعد كده ممكن تتطور تأثر على الكبد وتعمل نزيفات في أعضاء مختلفة من الجسم. ديت في فترة تتراوح من 3 لـ 7 أيام زي ما قلنا، بعدها ممكن تؤدي للايه للوفاة خلال 3 4 أيام كمان لغاية 14 يوم. العلامات اللي هي الأولية دي بنسميها العلامات التحذيرية، وممكن يبقى فيه تسرب للبلازما وتراكم للسوائل في أماكن مختلفة، طبعا نزيف شديد في أماكن مختلفة في تحت الجلد وفي أعضاء الجسم الداخلي، هي دي اللي بتؤدي للوفاة في الآخر. العلامات التحذيرية اللي بناخد بالنا منها كويس جدا ولازم الدكاترة يتدخلوا، ألم شديد في البطن،
على طول الاستمرار، التقيؤ، التنفس السريع، النزيف اللثه، الاجهاد الدائم والشعور بالتعب والارق وعدم القدره على النوم، ووجود دم في القيء نفسه لو في دم في القيء. دي علامات بتحذرنا لازم ايه ان احنا نروح على طول للرعايه الطبيه او كده، ونتصل بالدكتور او نروح المستشفى. في لازم يكون في تدقيق خلال الحالات دي، ولازم سرعه التدخل خلال 24 48 ساعه عشان نزود الايه الرعايه او نكثف الرعايه الصحيه للمريض. بيتشخص ازاي؟ بيتشخص بالعزل، العزل الفيروسي او العزل اللي هو الايه ان احنا بنكشف عن الانتي بودي في الدم بتاعه، وديت ليها وسائل مختلفه، يا اما مباشره يا اما غير مباشره، الايه بالتحاليل اي جي ام واي جي جي. ده بتبين اذا كان في عدوى قديمه واذا كان في عدوى حديثه. طبعا العلاج، العلاج ما فيش علاج، احنا بنعالج اعراض زي ما قلنا زي البرد بالظبط، وبنتدخل في الحالات اللي هي الجامده اللي هي اذا كان بندي حاجات التهابات. طبعا الاسيتامينوفين او الباراسيتامول دول احسن حاجه في علاج. بنتجنب طبعا المضادات الغير استروديه زي مثلا الايبوبروفين او الاسبرين، لان ديت بتزود النزيف، واحنا قلنا دي حمى نزيفيه. طبعا نتجنبها، بندي الباراسيتامول والاسيتامينوفين، دوت هو البديل. يعني في التشخيص المبكر والتدخل بالرعايه المكثفه بيقلل الوفيات كتير. يعني لازم نتدخل بسرعه لو حسينا بان في قيء او الم في البطن جامد او قيء مدمم او كده. التطعيم بيبقى فيه يعني لكل السرين زي ما قلنا يعني، بس ده بينصح بيه في الاماكن اللي هي الموبوءه بس، يعني الاماكن اللي هي السليم اللي ما فيهاش حد مش لازم يبقى فيه تطعيم. الوقايه طبعا خير من العلاج، والوقايه هنا بتتلخص في الوقايه من الناموسه، البعوضه نفسها، ان احنا نقلل الاحتكاك بالناموس او نقلل تكاثر الناموس. الوقايه يعني منع البعوض نفسه من الوصول ايه للاماكن اللي ممكن يحط فيها البيض، ده من خلال ان احنا نتخلص من النفايات الصلبه بسرعه، او الاماكن اللي ممكن يتعسس فيها البعوض او كده، نغطي اماكن الزباله وحاويات المياه بالذات، نقلل البرك في الاماكن المتوقع ان يبقى فيها برك مثلا من المياه الراكده او كده، ميه التكييف نفسها تتغير اذا كان في بنجمعها او كده في مكان لازم يتغير يوميا او مرتين في اليوم على الاقل، ما تتمش راكده لان ممكن دي مكان مناسب لنمو البويضات بعد الفقس يعني. تمام. برضو نغطي الجسم بقدر الامكان، نلبس اللي هي الهدوم او الملابس اللي هي اللي بتغطي معظم الجسم. برضو نعمل سواتر النفاق اللي هي السلك على الابواب والشبابيك. معظم العض بالبعوض بيبقى اثناء النهار، يعني من الصباح الباكر او قبل المغرب على طول. الفترات ديت لازم ايه نقلل دخول البعوض للبيت، يعني خاصة الصباح الباكر وقبل المغرب على طول. نثقف الناس ونوعيهم على اساس ان اشكال الحمى المختلفة وازاي العلامات التحذيرية، ان احنا لازم نسارع نبلغ الاطباء ونتدخل نروح المستشفى او كده. برضو ننظم مثلا اذا كان في مبيدات حشرية او حاجة في الاماكن اللي هي فيها ممكن تكون فيها البعوض، زي البرك نغطي البرك او نرشها او نرش في الزباله مثلا اذا كان في اماكن متوقع ان الاماكن المهجوره تترش، من خلال برضو برامج من خلال البلديات والحكومات يعني، او الناس اللي هي الايه المتعاونه مع بعضها. الانتشار الفيروس ده بيبقى بسبب البعوض، واهم حاجه ان احنا نتخلص من البعوض. طبعا التوعيه بالاضرار الحمى الضنك، وان احنا الايه دوما نتابع ايه المعلومات الجديدة في من المنظمات العالمية وخاصة منظمة الصحة عن الانتشار والحاجات دي. هي بتنتشر أصلا في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية أكثر حاجة، بس ما فيش مانع أنها ممكن تكون في بعض الدول يعني على مستوى العالم. يقال أن نصف العالم مهدد أن هو إيه يصاب بالحمى الضنك من خلال عضة البعوض. البعوضه نفسها بتنتشر في الاماكن ديت زي ما قلنا في اسيا وامريكا اللاتينيه، بس برضه بتيجي في ايه ممكن في اماكن من افريقيا وبقيه الدول. ده كل حاجه النهارده عن حمى الضنك. ارجو ان انتوا تكونوا افادتكم المعلومه، وان ربنا يشفينا ويعافينا دايما من كل بلاء وسوء، وتابعوا دايما مع